اليوم راح احكي عن الاكشن بباوربوينت، ومشان هيك راح اخد practical example. راح ناخد كويز مؤلف من كذا سؤال، كل سؤال في له احتمالات. اذا تجاوب صح نسمع زقفة ومنشوف سلايد محطوط فيه correct answer وبوتن بيقلنا next تننتقل للسؤال الثاني. في حال تجاوب غلط بنسمع صوت ومنشوف wrong answer button بيقلنا try again. مشان هيك بباوربوينت حضرت كذا سلايد. أول سلايد فيه سؤال مع الاحتمالات، كمان سلايد تاني فيه سؤال مع احتمالات، وعند سلايد محطوط عليه correct answer مع button كاتب عليه next، وسلايد حتى wrong answer مع button حتى بقلبه try again. رح نبلش بأول سؤال. What can you catch but not throw؟ شو الشي اللي بتلقطه بس ما فيك تكبه؟ وعنا احتمالين ball طابة أو cold البرد. شو رأيكن؟ البرد بنقدر نلقطه بس ما فينا نكبه، هيدا الاحتمال الصحيح. بما انه هو الاحتمال الصحيح رح استعمل انا الاكشن كرمال لما بيكبس العم بياخد الكويز على كلمة cold توديه على سلايد ال correct answer. مشان هيك بعمل select لcold وبروح على action. اول شي لأنه هو الجواب الصحيح بدي يزقف له، فبنزل وين في play sound، بعمل check عليها، بختار applause. بس أنا ما بدي بس يزقف له، بدي يوديه على محل يقول له correct answer و next. هبروح على hyperlink 2 وبنقي من هون slide، وبختار السلايد اللي كتبت فيه correct answer وبقول له اوكي. اوكي صار هيدا الاحتمال hyperlink. الاحتمال الخطأ اللي هو البول انا رح اكبس عليه ورح روح على action. بدي كمان اسمع صوت، رح اقول له play sound، بس هالمرة رح لقيله bomb. وكمان بدي وديه على سلايد اللي بيقول له wrong answer، فرح اختار hyperlink 2 ونقي سلايد. بسلايد اختار السلايد اللي كاتبه فيه wrong answer اللي هو سلايد 4، قول له اوكي. اوكي كمان صار hyperlink. ما خلصنا هون. انا اذا جاوب صح بدي هيدا الشيب اللي كتبت فيه next، بدي بس اكبس عليه يوديني على الكويستشن نمبر 2 الموجوده بسلايد 2. فبعمل كليك على شيب وبروح على action hyperlink 2 وبجي بختار سلايد وبقول له سلايد نمبر 2 اللي هو فيه second question، بقول له اوكي. وبدي في حال جاوب غلط بالسلايد اللي بيكتب له wrong answer في shape كاتبة في try again، بدي بس يكبس على هيدا الشيب يوديه على السؤال مرة تانية تيعطي فرصة انه يجاوب الجواب الصحيح. فرح اعمل select للشيب وروح على action hyperlink 2، وهالمرة بدي ارجع ارده على السؤال نفسه، وهو بما انه بسلايد 1 راح اختار سلايد وقول له hyperlink to slide 1 اوكي. نفس البروسيس بنكرره بكل باقي الكويستشنز. وهلا راح نجرب الكويز مع بعض. راح اعرض What can you catch but not throw؟ في حال
جوابنا ball. بيقوله wrong answer try again. بنسمع bomb. بس اكبس على try again. عندي فرصة جاوب. جوابت cold. بنسمع الزقفة. correct answer next. بس اكبس على next. بنتقل على السؤال الثاني.